قناة نادي الاتحاد ب 2020، تغطية أخبار الدوري السوري الممتاز، ترتيب ونتائج، إحصائيات وأرقام، وبالإضافة إلى أخبار المنتخب، منتخب الرجال، الأولمبي، الشباب، الناشئين، وتغطية حصرية لأخبار كرة السلة. كل هذا وأكثر على قناة نادي الاتحاد. تابعونا. السلام عليكم متابعين قناة نادي الاتحاد. مباراة منتخب سوريا واليابان، قمة مباراة المجموعة الثانية واحتمالات التأهل لمنتخب سوريا إلى الدور الثاني. فضلا وليس أمرا، حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. إلى متابعين وعشاق الببجي وما أكثرهم، إذا بتحب تتابع فيديوهات الببجي في قناة ابن عمي اسمه سلسلة ببجي، بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتدعموا كمان مثل ما بتدعموا قناتي. راح أترك رابط القناة بالوصف وأيضا بثبت بأول تعليق. بتمنى من كل المحبين يشتركوا بقناة سلسلة ببجي قناة ابن عمي. ومشان ما أطول عليكم مباشرة ندخل لموضوعنا، مباراة سوريا واليابان. إن شاء الله وتعالى موعد المباراة راح يكون نهار الأحد بتاريخ 12/1/2020، موعد المباراة الساعة 3:15 بتوقيت العاصمة دمشق، وأيضا الساعة 4:15 بتوقيت اسطنبول. وعلى سيرة اسطنبول، في أحد الأصدقاء قال لي لا تذكر اسم اسطنبول، وطبعا المباراة منقولة على قناة بي إن سبورت وأيضا قنوات الكاس. وشفتوا بالجولة الأولى تعادل منتخب سوريا ومنتخب القطري 2-2، وأيضا فوز منتخب السعودية 2-1 على منتخب اليابان. بهالنتيجة تصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة بثلاث نقاط، خلفه منتخبنا وأيضا منتخب القطري وبالأخير منتخب الياباني بدون أي نقاط. وفيديو نزلته امبارح بخصوص مباراة تعرضت لكثير من الانتقادات بخصوص عنوان الفيديو وأيضا بما حكيت بالفيديو. يا جماعة كل واحد عنده رأي بيحكي، وكمان أنا متابع كرة قدم وعاشق المنتخب، كمان إلي رأي بدي أحكي، ما حدا بيمنعني وما حدا بيحسن يقول لي لا تحكي أو يقول لي أحكي هيك أو أحكي هيك. أنا إلي رأي وأنت لك رأي، بتمنى من دون إساءة، بتمنى من دون شتم لأي شخص. أنا بوجهة نظري المنتخب كان مستواه عادي، وكثير من الناس صاروا يحكوا على المنتخب لازم يفوز ومنتخب القطري مو منتخب البرازيل. يا عمي منتخب قطر ما هو منتخب البرازيل وتعادل معنا، كيف لو كان منتخب قطر هو منتخب البرازيل؟ يعني لو لعبان القطر احسن من هيك كان سجل علينا 3-4 جوال من دون اي نقاش، ولكن منتخبنا تعادل مع منتخب القطر 2-2 بسبب اخطاء فرديه من اللاعبين ومن الحارس. خلاص هذا الموضوع زاتنا ورا ظهرنا نحن اولاد اليوم. خلينا نفكر في مباراة اليابان. اليابان راح تلعب بكامل اوراقها، ومنتخب الياباني في حال خسر مع منتخبنا راح يطلع برة البطولة رسميا، او تعادل راح يكون في عنده احتمال المباراة الاخيرة امام قطر. يعني منتخبنا لازم يربح بهالمباراة او يتعادل، اذا تعادل بصير عندنا نقطتين لازم نربح على المنتخب السعودي باخر مباراة. اذا لاحظتوا مباراة السعودية واليابان، انا شفت ملخص المباراة، كان في اخطاء من الدفاع الياباني، ولكن منتخب اليابان بيمتاز بالهجمة السريعة ولعب على الأطراف، وكمان منتخبنا بيتميز بلاعبين خط الوسط وأيضا بالهجوم وبيلعبوا على الأطراف. مشكلتنا نحن بقلب الدفاع والحارس، لو ندارك هالشغلتين منتخبنا ممكن يربح على المنتخب الياباني. واكتبوا لي توقعاتكم لنتيجة مباراة سوريا واليابان. أنا بتوقع فوز منتخب سوريا 3-2 على اليابان. ليش 3-2؟ في معطيات، لأنه منتخبنا مثل ما حكينا خاض 11 مباراة دولية، كل هالمباريات سجل أهداف بمعدل جيد جدا من الأهداف، يعني بكل مباراة كان يسجل 3 أهداف أو هدفين. يعني نحن في إمكاننا نسجل على المنتخب الياباني 3 جوال أو جولين. وإن شاء الله تعالى أنا متفائل بهالمباراة، لأني المنتخبات السورية والأندية السورية بشكل عام بيلعبوا تحت الضغط. هذه الشغلة نقطة إيجابية، واللاعبين إن شاء الله تعالى قد المسؤولية. صحيح نحن أحيانا بنحكي عليهم أو بنعاتبهم، ولكن محبتنا لاسم المنتخب وللاعبين، وإن شاء الله تعالى منتخبنا راح يفوز مثل ما حكيت 3-2. وأنتوا كمان اكتبوا لي توقعاتكم بالتعليقات مشان نردش سوا. بتمنى من دون شتم من دون أي سؤال أي شخص. والمباراة الثانية راح تجمع منتخب قطر ومنتخب السعودية. منتخب السعودية بحاجة لتعادل ليتأهل على دور الثاني. لا تنسوا اشتراك بقناة ابن عمي سلسلة ببجي مثل ما حكينا، رابط القناة بالوصف وأيضا ثبت بأول تعليق. وأنا بدعم كل الشباب اللي تشتغل على حالها وبتدعم على حالها، أهم شيء ما تكون عالية على المجتمع. ايش في عندك قدمه للناس مشان الناس يذكروا بالخير، وبالنهايه تبقى الف خير وصحه وسلامه. السلام عليكم متابعين قناه نادي الاتحاد.
قناة نادي الاتحاد ب 2020، تغطية أخبار الدوري السوري الممتاز، ترتيب ونتائج، إحصائيات وأرقام، وبالإضافة إلى أخبار المنتخب، منتخب الرجال، الأولمبي، الشباب، الناشئين، وتغطية حصرية لأخبار كرة السلة. كل هذا وأكثر على قناة نادي الاتحاد.